محمد الشيخ سريعا، هذه الدورة إلى أي درجة مهمة؟ مهمة إلى أبعد 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 مما نتصور، مهمة على مستوى الشكل وعلى مستوى الموضوع. على مستوى الشكل نحن نتحضر لأولمبي أو أسياد 2034. احنا لاحظنا كيف تنتقل الشعلة الأولمبية من منطقة إلى منطقة، من يتسلمها من نجوم ومن يعني شخصيات اعتبارية. أعتقد هذا من حيث الشكل يعطينا زخم في التنظيم إلى أن نصل إلى 2034. من حيث المضمون، أولا رعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين، الدعم السخي من الدولة والاهتمام من سمو ولي العهد، ولا ننسى سمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبار الأولمبية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، الذي واكب بكل صراحة رؤية 2030 وبرنامج جودة الحياة بكل ما تعنيه المواكبة. وبالتالي هذه الدورة يعني حتكون لها مكاسب كبيرة، يكفي جوائزها، يكفي عدد المشاركين فيها، ويكفي أن المشاركين من محترفين كرياضيين ممارسين، أو حتى من سيلعبون تحت علم اللجنة الأولمبية. وهذا أيضا تصور من تصورات اللجنة الأولمبية الدولية، أن يشارك البعض تحت علم اللجنة الأولمبية. فالتنظيم كله عالمي بامتياز، وإن كان تحت الصبغة المحلية.